بسم الله الرحمن الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني أنا شهادتي في عادة الأعمال مجروحة، أنا شاركت قبل في بيبان وشوف حجم الإقبال العالي عليهم. إذا دل على شيء هذا دل على القبول، والقبول من الله سبحانه وتعالى أولا، ثم نياتهم الطيبة. الحقيقة يعني خير الأعمال إعانة الناس، والحقيقة اللي يسوون الجماعة مش إعانة الناس، يسوون شيء أعظم منه، مساعدة شباب وبنات هذا الوطن على تأسيس أعمالهم، أو إذا هو عنده مشكلة فشباب عيادة الأعمال وبنات عيادة الأعمال هم الطيب اللي يساعدونهم. الحقيقة المهمة راقية برقي أنفسهم، المهمة طيبة طيب يعني روحهم. أنا يعني تعجز كلماتي عن مدحهم وشكرهم، إيش كثر ما ساعدوا الناس. فكيف إذا كانوا في مكاني الحبيب اللي هو الأحساء يساعدون أهلي وجماعتي؟ فأقل شيء أقول لكم إياه شكرا، جزاكم الله خير، وكل ملتقى شركات ناشئ الأحساء وأنتم بخير.